يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف أني مخلص في عملي لله سبحانه، وكيف يكون ردي على الناس إذا مدحوني في عمل من الأعمال؟ تكون مخلصا إذا أفردت الله بالعبادة ولم تنوي معه غيره، ولا تريد دنيا ولا ثناء ولا مدح، إنما تريد وجه الله، هذا هو المخلص. وإذا مدحك الناس فأنت تعلم نفسك، تعلم ما في نفسك، تعلم نفسك، تعلم قدرك، فلا تغتر بمدح الناس، لا تغتر بمدح الناس لك،